بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 150. نو كونتينيو افيك لا باج 150 اون هو دو لا باج اون ليغ ان دوكيمون. إذن عندنا في أعلى الصفحة قراءة وثيقة، ليغ ان دوكيمون قراءة وثيقة. ثم عندنا الفقرة الأولى لو بخومي باراغراف، observe l'image que vois-tu. Observe l'image que vois-tu. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? ماذا نرى على هذه الصورة؟ ممكن أنني أقول je vois des arbres. أنا أرى أشجارا. Qu'est-ce qu'on voit encore? ماذا نرى أيضا؟ On voit un perroquet. Nous voyons un perroquet. Après, au milieu, qu'est-ce qu'on voit? Au milieu, nous voyons un serpent. Au milieu de l'image, nous voyons un serpent. Et dans le fond, cette histoire en aura turbanen. Aussi, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons une sauterelle. Nous voyons une sauterelle. Nara jarada. Et enfin, sur le côté droit, nous voyons un singe. Et sur le côté droit, nous voyons un singe. وعلى الجهة اليمنى نرى قردا. بيان سور اوسي نو فويون دي روشي، نرى صخورا. اوسي نو فويون دي روشي اي دي زارب، ايضا نرى صخورا اي دي زارب. ثم نرى نباتات، دي زارب نباتات. جينيرالمون فوالا سكو نو فويون سور سيت ايماج. اذا عموما هذا الذي نراه على الصورة. نو باسون او دوزيام باراغراف. افيك مي كاماراد Je réalise un panneau sur la forêt. Je cherche des images. Je découpe, je colle, je dessine et je peins. Idem avec mes camarades. Ma rafaqai. Je réalise un panneau sur la forêt. Ana uhaqiq. Al maqsoud huna ana unjiz. Adna le verbe réaliser. Indana fi'l anjaza aw haqqaqa shay'an. Un panneau sur la forêt. Ana uhaqiq. أو أنا أنجز لوحة حول الغابة. إذا من أجل إنشاء هذه اللوحة جو شيرش دي زيماج، أنا أبحث صورا كما نقول. المقصود هنا أنا أبحث عن صور. جو ديكوب أنا أقطع. أبخي جو كول أنا ألصق. جو ديسين ثم أنا أرسم. طبعا عندنا لو فيرب ديسيني. Et je peins. ثم أنا أصبغ وألون. عندنا هنا لو فيرب بيندغ. أون لو فيرب بيندغ. طبعا هو فعل ينتمي للمجموعة الثالثة. C'est un verbe qui appartient au troisième groupe. إذا هذا فعل ينتمي للمجموعة الثالثة. لأنه لا ينتهي بـ أر. المجموعة الأولى نعرف بأنها تنتهي بـ أر. إلا باستثناء لو فيرب ألي. مثلا parler، مثلا manger، مثلا marcher الى غير ذلك باستثناء لو فيرب الي، رغم انه ينتمي او ار كما قلنا فانه ينتمي للمجموعه الثالثه. ايضا لانه فعل لا ينتهي باي ار، ونعرف بان من بين هذه الافعال المنتهيه باي ار ان منها من ينتمي للمجموعه الثالثه. طبعا لكي تنتمي للمجموعه الثانيه عليه أن تحقق في البخيزو مثلا مع نو نسمع دوزيس. مثلا مع لو فيرب فينيغ فعل أكمل أو أنهى، فالبخيزو مع نو نقول نو فينيسون نحن ننهي أو نكمل. أما لو فيرب بارتيغ، فهو أيضا ينتهي بإي آر، لكن في البخيزو في الحاضر مع نو نقول نو بارتون. لا نقول نو بارتيسون. إذا هذا الفعل كما نلاحظ أنه لا يحقق الشرط الثاني، وبالتالي فهو ينتمي للمجموعة الثالثة. طبعا عندنا هنا باندغ، فهو لم يحقق أو إر لكي ينتمي للمجموعة الأولى، ثم أنه لم يحقق حتى الشرط الأول لكي ينتمي للمجموعة الثانية، وبالتالي فهو ينتمي إلى المجموعة الثالثة. إذا عموما لكي نحقق هذه اللوحة علينا أن نجمع صورا، أن نقطع، أن نلصق، أن نرسم،
ثم أن نصبغ ونلون. إذن avec mes camarades, je réalise un panneau sur la forêt, je cherche les images, je découpe, je colle, je dessine et je peins. إذن طبعا عموما ممكن أننا نتحدث عن الصور بالشكل التالي. Quand on parle généralement de la forêt, on peut parler aussi des animaux de la forêt. إذن عموما عندما نتكلم عن الغابة ممكن أننا نتحدث عن الحيوانات المتضمنة فيها. Généralement, quand on parle de la forêt, on peut parler aussi des animaux de la forêt. ممكن أننا نتحدث عن حيوانات الغابة. Et dans ce sens-là, nous parlons des animaux herbivores. إذن ممكن أننا نتحدث عن الحيوانات العاشبة. Aussi, on peut parler des animaux carnivores. ممكن أننا نتحدث أيضا عن الحيوانات اللحمة. Et enfin, on peut parler aussi des animaux prédateurs. On peut aussi parler des animaux prédateurs. ممكن نتحدث عن الحيوانات المفترسة أو الناهبة. إذن هناك حيوانات لحمة تأكل اللحم، لكن هناك حيوانات أخرى لا تعيش إلا على الفريسة. ممكن نتحدث عن الأشجار مثلا، فنتحدث عن ليفامي دارا. فنتحدث مثلا عن ليفامي دارا. نتحدث عن عائلات الأشجار. عموما توجد هناك عائلتين كبيرتين من الشجر. ممكن تكون هناك أنواع أخرى. Il existe, يوجد deux grandes familles d'arbres. توجد عائلتين كبيرتين d'arbres للأشجار. إذن توجد هناك عموما عائلتين للأشجار. العائلة الأولى نسميها les feuillets. إذا نتكلم عن المورقة les feuilles. les feuilles المقصود بها الأوراق. les feuilles إذا نتكلم عن الأشجار ذات الأوراق. ils perdent leurs feuilles en automne. يعني هي تفقد أوراقها في فصل الخريف. ils perdent طبعا عندنا هنا لو فيرب perdre. ici on a le verbe perdre. عندنا هنا فعل فقد. j'ai perdu mes clés. أنا فقدت مفاتيحي. ils perdent. هم يفقدون كما نقول. نتكلم عن الأشجار أن تفقد leurs feuilles أوراقها en automne. أن تفقد أوراقها في الخريف. À chaque saison, les arbres ont un autre aspect. À chaque saison, في كل فصل. La saison, المقصود بها الفصل. À chaque saison, في كل فصل, les arbres ont un autre aspect. يعني الأشجار لها مظهر آخر. ثم, la deuxième. فامي d'arbres les épineux. les épineux كما نتكلم عن أشجار ذات أشواك. la deuxième famille on l'appelle les épineux. العائلة الثانية من الأشجار تسمى les épineux كما نقول ذات الأشواك. ils gardent leurs aiguilles tout le temps. ils gardent leurs aiguilles tout le temps يعني أنها تحتفظ بإبرها كما نقول. طبعا الليغوي المقصود بها الإبرة. ليغوي المقصود بها الإبرة التي نستعملها في الخياطة إذن تسمى ليغوي. طبعا هذه الأشجار لا تتضمن أوراقا بل تتضمن ما يشبه الإبر أو يشبه الأشواك. إذن نسميها إيغوي. il garde les aiguilles tout le temps يعني أن تحتفظ بإبرها كما نقول كل الوقت. نتحدث عن صنفين من الأشجار. أشجار لها أوراق هذه الأوراق تسقط في الخريف. ثم أن هناك أشجار أخرى تحتفظ بشكل آخر من الأوراق على شكل إبر. وهذه الأوراق إن صح التعبير أنها لا تسقط في أي فصل تحتفظ بخضرتها. بعد عندنا vivre ensemble. vivre ensemble العيش في جماعة أو فلنعيش في جماعة إلى غير ذلك كما شرحنا. qu'est-ce que je peux faire tout seul. ماذا يمكن القيام به وحيدا بمفردي بدون مساعدة أحد. طبعا توسول تبقى كلمة هكذا ثابتة. qu'est-ce qu'il peut faire tout seul. ماذا يمكنه القيام به وحيدا أو بمفردي. إذا نقول توسول. طبعا هاتو
كأن توكيد على الانفراد. ممكن أقول كيسكو جو بو فار سول، كما نقولون ماذا يمكنني القيام به وحيدا بدون مساعدة أحد أو بدون حضور شخص آخر. كيسكو جو نو دوا با فار تو سول، كيسكو جو نو دوا با فار تو سول، ماذا علي ألا أقوم به وحيدا. عموما فيما يخص الأطفال، هناك أعمال يمكن أن يقوموا بها وحيدين، ثم أن هناك أعمال أخرى خطيرة لا يمكن القيام بها إلا برفقة شخص آخر، إلا برفقة شخص عاقل ولو تجربة في العمل. إذن سنبخونو لا بخومير إيماج أ غوش. كيسكو جو بو فار تو سول؟ جو بو ليغ أ ليفر. لا ليكتور دو ليفر ne présente pas de danger pour les enfants. Il peut donc être lu sans l'aide de personne. قراءة الكتاب ne présente pas de danger. لا تمثل خطرا pour les enfants. بالنسبة للأطفال. Il peut donc être lu. يمكن إذن أن يقرأ sans l'aide de personne. بدون مساعدة أحد. طبعا إذا كان الطفل يعرف القراءة. Qu'est-ce que je peux faire tout seul? Je peux lire un roman tout seul. يمكنني أن أقرأ كتابا، يمكنني أن أقرأ قصة وحيدا. Si nous passons à la deuxième image, qu'est-ce que je ne dois pas faire tout seul? إذا ماذا يمكنني ألا أقوم به وحيدا؟ ما هي من بين الأشياء التي لا يمكنني القيام بها وحيدا؟ إذا comme exemple, je ne peux pas allumer un four tout seul. لا يمكنني إشعال فرنين وحيدا. Je ne peux pas allumer un four tout seul. لا يمكنني إشعال الفرن وحيدا لأنه قد يشكل خطرا. Je ne peux pas allumer le four tout seul sans l'aide d'une personne car l'allumer peut être très dangereux. Car l'allumer peut être très dangereux. لأن إشعاله يمكن أن يكون خطيرا جدا. Car l'allumer peut être très dangereux. Ou bien, car l'allumer peut présenter un danger. لِأَنَّ إِشْعَالَهُ يُمْكِنْ أَنْ يُشَكِّلَ خَطَرًا. Et sur la troisième image, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire tout seul? مَادَ يُمْكِنُونِي أَلَّا أَقُومَ بِهِ وَاحِدًا. Qu'est-ce que je ne dois pas faire tout seul? مَادَ يُمْكِنُونِي أَلَّا أَقُومَ بِهِ وَاحِدًا. Faire du vélo, pour la première fois, a besoin d'aide. هنا عندنا القيام بالدراجة، المقصود هنا أن تركب دراجة pour la première fois، لأول مرة. A besoin d'aide، يعني أنه يحتاج مساعدة. Car le risque de chute est très probable، لأن خطر السقوط جد محتمل. Car le risque de chute est très probable، لأن خطر السقوط جد محتمل، خاصة إذا كان الطفل سيركب الدراجة لأول مرة، إذا يحتاج مساعدة. Faire du vélo pour la première fois a besoin d'aide. Car le risque de chute est très probable. القيام بالدراجة لأول مرة، المقصود هنا ركوب الدراجة لأول مرة، أنه يحتاج مساعدة. A besoin d'aide. كما نقول هنا عنده حاجة للمساعدة، المقصود أنه يحتاج مساعدة. Car le risque de chute est très probable. لأن خطر السقوط جد محتمل. إذن je peux faire tout seul ce qui n'est pas dangereux pour moi et pour les autres. Je peux faire tout seul ce qui n'est pas dangereux pour moi et pour les autres. إذن je peux faire يمكنني القيام tout seul. يمكنني القيام وحيدا. Je peux faire tout seul يمكنني القيام وحيدا. المقصود يمكنني القيام لوحدي دون مساعدة أحد أو بدون تدخل أحد. Ce qui n'est pas dangereux الذي هو ليس خطيرا pour moi et pour les autres بالنسبة لي وبالنسبة للآخرين. إذا عموما يمكنني القيام بالأشياء التي لا تشكل خطرا علي أنا وعلى الأشخاص الآخرين. طبعا ركوب الدراجة وحيدا لأول مرة يشكل خطرا علي أنا، لكن إشعال الفرن أكيد
قد يشكل خطرا علي أنا وعلى الأشخاص الآخرين، لأنه قد يتسبب في أضرار للكل. إذن هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.